ما تاكل هم ابدا. انا حليت هديك القصة حبيبي، امي وآسية ليكن قدامي وبيسلموا عليك. ايه ايه ايه. طيب باي. عن جد مصطفى حالته بتقطع القلب. ايه لجهنم خرجه. أنا خطر ببالي حدا محلل. مين؟ أصلاً؟ أوه. أصلاً؟ قولي قولي قولي، وكيف رح توصلي له بالله؟ أنا معي رقم أخته من زمان، هو بيكون عنده، بتصل فيه مشان يجي. يعني منه منعتذر وكمان منقول له انه هيك صاير معنا. حرام مصطفى الله يكون بعونه. شاي؟ الظاهر ما حسبت حسابي، رح اقوم صب لحالي. ايه صبي صبي براحتك. معلم بنتي شلونها طاهر؟ هي كمان زعلانة مثل أبوها؟ وأخيرا نطق. لا تخاف بلمة منيحة، نفس حكت معه وروقتها. طمن ما يكن لك فكر. عم تبكي شي؟ لا والله ما شفتها عم تبكي. حبيبة قلبي مسكينة بتقطع القلب، بيأذوها الناس، بتقول على قلبي أحلى من العسل، مستحيل ينزل من عينها دمعة واحدة، بتضل جامدة مكانها مثل الجبل. بس أبوها بضل عم يغلي غلي. نعم حبيبتي. شو ما فهمت هيك يعني؟ تمام، إذا هيك بدها مو مشكلة. أخي أنا مضطر أني روح. لوين رايح؟ ما بعرف. طاهر طاهر طاهر، قلي لشوف شو الموضوع، شو قالت لك مرتك لحتى انخطف لونك فجأة؟ ولا شي، ما تشغل بالك أنت. طاهر حاش تكذب علي، أنا بعرفك كتير منيحة، أكيد أسيا قالت لشي وهي خبرتك فيه لحتى انخطف لونك هيك. قلي لشوف شو صاير، احكي. خلصنا، قلت لك ما في شي، هي أوهام براسك، روقنا. ما تقلق، بدي روح على البيت شوي وراجع دغري. طيب خليني اتوهم لحتى تكمل معي. لك مجنون؟ لا تخليني أوس حالي، احكي شو قالت لك. أخي لا تتهور. طاهر رح أوس حالي، قول لشوف شو الموضوع. مصطفى هات المسدس بالأول بعدين رح أقول لك. طاهر احكي بالأول وبعطيك المسدس، يلا قول لشوف. أنا كمان بوعدك أعطيني هالمسدس بعدين رح أقول لك. قول لشوف، يلا احكي لي شو الموضوع. قلت لك مانو شي مهم، لازم امشي بسرعة. استنى طاهر. مو قلنا لك انه لازم محلل لترجع لك مرتك؟ لا، وهذا الشخص. والله 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 ما فهمت. عدلي شو قلت لقوا؟ سياسية من شان المحلل هن لقوا واحد. ممتاز، لو محلل لآسية مين هو؟ أصلاً بيك عدلي مين قلت؟ طاهر؟ أصلاً بيك. ممتاز، طلع أصلاً فاتح. ايه ليش لا، زلمة مثل الطبل. ابدي مصطفى طلع الوطن. بسرعة بسرعة بسرعة. مصطفى انا فاشل. لا اخي يا
ما تتضايقي مني آسية، موضوع المحلل هاد تمام، بس باختيارك لأصلان مو بالغتي شوي؟ طبعاً اللي بدك ياه بيصير، أنا معك بأي شي، بس لما تزوريني هيك عم تلبكيني ما بعرف شو بدي أقول ولا شلون بدي أتصرف، عم أحكي صح ولا عم أغلط ما بعرف. ليكي إجا طاهر، كنت بدي أحكي معه بشي. صحتين على قلبكن، أنتو كملوا شرب شاي. طاهر تعال معي، في موضوع كتير مهم لازم أحكي معك. عم أهلك. لك شو رح نعمل؟ فقدنا السيطرة كأنه. والله أنا فرطت على الآخر. مصطفى عرف بالموضوع؟ قلت له. شو قال؟ صار يركض مثل المجنون وما عاد تهدى. بعتت فاتح وراه ولهلأ ما حكاني. الشيخ عثمان جاي. بابا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. وعليكم السلام. شو؟ آسية دقت لي وقالت لي لقينا حدا، قالت لي تعال حتى نحكي ونتفق على كل شيء. أخ إيه صح، مصطفى كيفه؟ كيف رح يكون يعني؟ عم بياكل بحاله والله. مو على الفاضي، قالوا إنه كلام أهل الأمثال صحيح، وقالوا وداوها بالتي هي الداء، وللأسف اضطرينا نعمل هيك. بس الدواء كان جرعة زايدة صراحة. أنت أدرى منا بكثير بهي القصص عمي. طيب قولوا لي مين بيكون هاد المحلي؟ أصلان بيك. ها؟ القصص بلشت تطلع عن السيطرة عمي. لك أنا ما كان قصدي إنه ندخنها كل هالقد، بس كان بدي يتربى، ومصطفى ما ضل في عقل بالمرة، جن جنونه ما عاد يقدر يمسك حاله. أنا فكرت هالشي كافي، هاد كان قصدي بالدواء، ما كنت عارفان رح توصلوها لهالدرجة. مشكلة آسية راكبة راسها على الآخر، من خوفي منها مو قدراني افتح تمي بكلمة. لك هون ولك واطي أخي. مصطفى. مصطفى. مصطفى شو عم تعمل؟ اتركه. اي نعم اختي، والله ماشي. لا لا معلش، تعطيها رقمي، عم بنتظره. آسية بنتي الغالية، اسمعيني منيح، أنا قلت لك ياها من قبل، معك حق من الأرض للسماء، يعني مصطفى كان لازم يحرم عيدها مرة تانية، تمام؟ وشغلة المحلل هاي بتكون فكرتي أنا بنتي لهون، تمام. هلأ يلي أنا عم فكر فيه، هاي القصة تبقى بيناتنا، نحن اتفقنا على أنه رح نطالع خلقه لمصطفى مو أكتر، وبعدين بدنا لك حكولكم كلمة. أنتو شو بكم؟ طبعاً بابا معك حق بكل كلمة قلتها، وهذا اللي قلنا أصلاً. ليكي مرت أخي اسمعيني منيح، أنتي معي حق من الأرض للسماء. نفس، أنت طلعتي على الراديو وصرتي مثال لكل النسوان، حملنا تابوت زينب مع بعضنا، كنا جنب بعض بقضية هزان وملك، ركضنا على هموم وعلى جروح الكل أنا وأنتي، مزبوط؟ ورح نركض كمان. بس هلأ صار دوري أنا، دور كرامتي هلأ. يلي عم يقول ما نكبرها وعم نقله عم نمزح ومصطفى حرام، لا مو ظابطة معي أبداً. رح أقولها لآخر مرة، إذا حدا من بين اللي قاعدين بيقول لمصطفى إنه القصة مانا جد، يكون بيعلمكم ما رح أحكي لآخر العمر وبنسى. آخ على هالمصيبة اللي حلت على رأسنا. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.